عليكم. اهلا وسهلا على كل حبيبي اسره قناه عالم من وعاد. صباح الخير، صباح الورد والسعاده، يا رب دايما يكون الجميع بألف صحه وخير. طبعا زي ما انتم شايفين كده حبايبي، معانا الفيديو ده طبعا الداعيه السعودي ابو شارع القحطاني. طبعا انا مش عارفه هو ايه اللي حصل خلاه يوصل للمرحله ديت. ده طبعا فيديو ليه اهوت وهو بيرقص وبيغني على اغنيه الاحلام الشامسي الإماراتية، أحلام الإماراتية. هو طبعا اتغير خالص، ده أصلا المفروض إن هو داعية سعودي. طبعا زي ما احنا شايفين كده هوت مشغل في التلفزيون وفي بيته يعني حاليا، وكان مشغل أغنية بتاعت أحلام الشامسي، أغنية اسمها حزين. طبعا دي أغنية الأحلام الشامسي اسمها أغنية حزين. طبعا الأغنية ديت لقت إعجاب كبير جدا من الجماهير وحصدت ملايين من المشاهدات. فطبعا الداعية السعودي أبو شارع القحطاني زي ما احنا شايفين كده وقف طبعا يرقص ويغني على أغنية أحلام، وعلق بتغريدة كده وقال أبو شارع حزين اليوم زي ما احنا شايفين كده. ده طبعا برضو هو نفس الداعية برضو السعودي ابو شارع القحطاني. كان في فيديو تاني ليه برضو بيقول ان الاغاني ديت سكتها وحشة وبتأدي للرذيلة والكلام ده. طبعا الناس بيقولوا يعني هو ايه اللي حصل له، كلامه اتغير خالص فجأة كده، اتحول بقى شخص تاني من واحد كان داعية يعني وكده، وبيدعي للناس للهدايا للهداية وكده، وان هم يصلوا ويدعوا ربنا ويعملوا اعمال خير خير والكلام ده كله، بعيدوا عن الرذيلة والكلام ده، لواحد تاني طبعا بدأ ان هو طبعا يعمل نيولوك ولبس اساور في ايديه وكده، وبدأ ان هو يغني ويرقص والكلام ده كله. طبعا اكيد حرام وكلام اكيد ممنوع يعني، يعني المفروض ان داعية سعودي ما يعملش حاجة زي كده. طبعا مش عارفة، طبعا هو ناس كتير اتصدمت فيه يعني بسبب اللي هو عمله ده. فطبعا مش حاضر اقول حاجة دلوقتي، ربنا يسترها على الجميع يا رب، وربنا يثبت كل واحد كده على ايمانه ويفضل كده زي ما هو، ما يتغيرش كده بين يوم وليلة فجأة كده يعني. فعلا هو صدم ناس كتير جدا فيه، لان ناس كتير جدا كانت بتحبه من الاول خالص وكانت بتحب تسمع كلامه. لكن طبعا احنا مش عارفين ايه اللي حصل كده فجأة، وزي ما احنا شايفين الداعية السعودي ده اتغير خالص خالص بالشكل ده، وبيرقص ويغني، وكمان عمل قصة لشعره كده زي ما احنا شايفينه، وربى لحيته يعني عمل لحية كده، اتغير خالص خالص وكلامه كمان اتغير. طبعا هو كان في الفيديو ده حبايبي بيقول ان حرام الرقص والغنى، الرقص والغنى ده بيؤدي للرذيلة والكلام ده. اشوفكوا على خير يا رب، مع السلامة.